زين كيف حسام تقرا اول ان شاء الله. هناي النازليني هنا بقبر حسين دلوني، هناي النازليني هنا بقبر حسين دلوني، بتعالي للمسناية مراعي الجود والراية، أريد أروح شتشاية وأقول لي يا بدور سادي رضيتي القوم يسبوني، رضيتي القوم يسبوني، طاحت من علي الناقة تبعتها خوات حسين تتعثر وهي تنادي يا خوي حسين قبرك وين، جيتك باليتام قعيد تلقانا يا نور العين، تلقانا يا نور العين، خوي يا المتي تضامي دقعيد جيت بيتامي، خوي يا المتي تضامي دقعيد جيت بيتامي، شوف ايش عملت عظامي، شوف انت حلت عظامي، تراني من السهر يا حسين ما تشوف الدروب عيني، ما تشوف الدرب عيني عين 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 عيني. حسام بعد يلا يلا حيدر يا الله بالنسبة حسام تعال شوي لهنا بعد هنايا النازلين هنا بقبري حسين دلوني، هنايا النازلين هنا بقبري حسين دلوني، تعالي لي المسناية لراعي الجود والراي، أريد أروح شتشاية وأقول له يا بدير ساعدي، رضيتي القوم يسبوني، رضيتي القوم يسبوني، طاحت من على الناق تبعتها خواتي حسين تتعثر وهي تنادي يا خوي حسين قبرك وين، جيتك باليتام قعد تلقانا يا نور العين، تلقانا يا نور العين، خويا يا المتي تضامي دقعيد جيت بيتامي، شوفي انت حلتي عظامي ترانا من السهر يا حسين، ما تشوف الدرب عيني، ما تشوف الدرب عيني. حيدر الفريجي وحسام الخفاجي طيب الله انفاسهم. مصطفى الربيعي اشوفك اندمجت بالاداء بالاثنين، ممكن يعني توضيح للمشاهد كذلك. للامانه للامانه حسام من الاصوات المهمه جدا أكيد عن الخامات الرائعة، بس حسام كلون
يعني يميل الى اللون الريفي اكثر فاداها بطريقه يعني ريفيه ريفيه بالضبط المصحوبه بالكلاسيك شويه. نعم. اما واداها يعني بشكل جميل ورائع جدا. اما بالنسبه حيدر حيدر اداها بطريقه بها احساس ولو عندك تون بمكان صار انا حسيتك يعني اخذتك العبره شويه او خنقتك شويه بالكلام افوت بالكلام هو تعمقت بالكلام واضح هذا الشيء بس اخذتنا وياك يعني هذا اللون اللي اديته حيدر كنت رائع جدا شكرا مله نعم بحيث ألمتنا صراحه انا بداخل تألمت شكرا استاذ ربي يوفقك وربي يوفق حسام ان شاء الله والاختيار صعب بعد نعم احمد هذا لون وهذا لون احمد الذهبي والله انا يعني ما اعرف شو اقول الاصوات من اروع الاصوات اللي موجوده ويا استاذ مهدي قصيده كبيره للملا عطيه الجمري الله يرحمه ما اضيف على هذا حتى ياخذ وقت استاذ مهدي بالتفكير والقرار احسنت ملا مالك الاسدي والله عاونوا شويه مهدي يعني شويه يعني هم اثنينهم أصواتهم جميلة أدائهم حلو أصوات كبيرة بس رائع. الفرق كل من أدى بروحية حسام أدى بروحية الريفية طبعا وإحنا تعرف اليوم الأسس المنبر ما من الممكن غيرها يعني هذه قاعدة ثابتة الدوسات اللي دستها كلش راقية بس أنا يعني للأمانة تمتعت أكثر بأداء الأخ حيدر الفريجي سوى السوالف ما ادري شنو يعني انا جيت اقوم شكرا لانه عيشتني يعني حقيقه انا عشت القصيده هذه القصيده اتمنى لكم التوفيق وصدق يعني ملا مهدي الله يكون بعونه بس الاثنين انتم كبار ابطال كبار يعني ان شاء الله بعد ما سمعنا اراء اخوتك من اعضاء اللجنه والله هذا تفكير سنه علي سنه افكر ان شاء الله هم يقدرون الموضوع يعني ويقدرون رائعين تعبك وجهدك رائعين وكبار مسؤوليتك لازم تختار يعني ما في مجال قرار لك يا مهدي العبودي يمكن اصعب قرار راح اتخذه بحياتي هذا الله شاهد الله بالنسبه للولد القرار لك يا مهدي العبودي احنا مؤمنين انه كل واحد بالمسابقه لازم بيها فوز وخساره صح شاكي طبعا كلكم شباب واعين اثنينكم وعارفين هذا الموضوع واحنا حاكين به سابقا قبل ان ندخل الاستوديو لازم اكو واحد يفوز واحد يخسر صح ان شاء الله وبالتالي ماكو واحد خسران احسن مستحيل اثنينكم فايزين لما وصلتوا لهالمرحله هذا فوز بحد ذاته ان شاء الله هذا واحد اثنين راح اكون وياكم مثل ما اتفقنا كفو واكون بخدمتكم كفو منك ملا والله واللي ترور يصير مفاجآت لا تنساها ما قصر والله انا لا ان شاء الله اي شيء وعدتهم به راح انفذه لهم ان شاء الله وهم شافوا خلال هالايام انه حكم علاقتي وياهم نعم شلون صار الوضع طيب نسمع القرار يا مهدي العبودي اتمنى ما يصير زعل لا ان شاء الله لا بالعكس هم حسينيين ان شاء الله هم متخلقين ان شاء الله باخلاق اهل البيت نعم نسمع القرار قبل لا تاخذ القرار يعني هاي هديه من حسين البغدادي اي واحد ما يوقع عليه الاختيار ان شاء الله راح يسوي له هديه فيديو كليب شكرا للشاعر هذا فيديو كليب مال حسين البغدادي انا اي واحد اي واحد بيكم انتوا الثنيه اي واحد بيكم راح ما يصعد إلى فيديو كليب وياي حصريا وخاص من عندي إلى نعم كذلك تتكفل قناة الطليعة الفضائية في إنتاج هذه الكليبات شكرا هذا كليب كليب خاص من عندي شكرا على القناة ويا أي واحد يخسر بيكم ملا طيب زين نسمع القرار يا مهدي أنا اختار حيدر الفريدي كل التوفيق لحيدر الفريجي ألف مبروك كل التوفيق لحيدر الفريجي حسام الخفاجي
ايضا كل التوفيق لك ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله بطل حسام موفقين ان شاء الله. جميله ورائعه. الله يوفقكم اثنين. موفقين على استاذ كريم الفريدي. موفقين ان شاء الله. طيب الله انفاسكم. نعم اعزائي المشاهدين مثل ما لاحظنا وقع الاختيار على حيدر الفريجي يقدر يتأهل ويانا النهائيات إن شاء الله.